السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. اندلع قبل قليل من يومه الاثنين حريق مهول داخل مصنع معروف بمدينة القنيطرة يوجد بالقرب من سوق الجملة، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة. ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فإن أسباب اندلاع النيران بهذا المصنع ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلوا بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع. وأكد ذات المصدر أن الوقاية المدنية وبالرغم من خطورة الحادث فقد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادية. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.